متابعي قناة فاس بريس، مرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص الذي نستضيف فيه سي يوسف بنوال، عضو المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية. هذا الحزب هذا اللي مؤخرا في مدينة الدار البيضاء تيقوم بواحد الحركة تنظيمية من أجل تأسيس مجموعة من المكاتب الإقليمية استعدادا يعني الانتخابات المقبلة. سنناقش مع سي يوسف بنوال يعني هل يستطيع حزب الحركة الشعبية باش يرجع التوهج ديالو اللي كان على الأقل خلال بداية وحدة المدينة في مدينة الدار البيضاء. سي يوسف مرحبا بك. مرحبا الأخ مستا، ومرحبا وشكرا على الاستضافة في جريدتكم القيمة والتي تهتم خصوصا بالشأن المحلي على مستوى مدينة الدار البيضاء. يعني مؤخرا درت واحد تأسيس على مكتب إقليمي في مدينة في إقليم النواصر على مستوى الدار البيضاء الكبرى، واش هذا تدخل في إطار يعني واحد ديناميكية جديدة تعرفها حزب الحركة الشعبية على مستوى هذه المدينة؟ احنا دابا أسسنا يعني المحطة السادسة على مستوى التنظيم. تم تأسيس المكتب الإقليمي للحزب حركة الشعبية على مستوى عمالة إقليم النواصر، وهذه الحركة التنظيمية هي تأتي في إطار واحد الاستراتيجية التي تم التصدير ديالها خلال المؤتمر 14، حيث تم انتخاب الأخ محمد الزين وبالإجماع كأمين عام. يعني في هذاك المؤتمر تم عرض واحد الرؤية الاستراتيجية للحزب على المستوى التنظيمي وعلى المستوى السياسي، حتى أنها كانت بمثابة دفتر التحملات. الأساسي بالنسبة لنا هو أن التنظيم داخل الحزب كان يعطي واحد الأهمية كبيرة. إحنا على مستوى مدينة الدار البيضاء الكبرى خدينا الرسالة يعني بكل مسؤولية، وخدينا كذلك بكل حيوية، لأنه شنا خلال المؤتمر 14 من الأخ الأمين العام دار العرض ديالو يعني الرؤية الاستراتيجية ديالو، حنا خديناها كدفتر تحملات، وبالتالي حنا ملزمين باش نجسدوا على أرض الواقع بنود هاد دفتر التحملات. إذا حنا بدينا بمسألة التنظيم، اللي تنقولوا التنظيم هي تنقولوا تجديد أو تأسيس مكاتب إقليمية. يعني درنا معكم دابا ست المكاتب الإقليمية على لحد الآن. لحد الآن تم تجديد وتأسيس ست مكاتب إقليمية، بنمسيك عمالة بنمسيك، عمالة عين السبع، عمالة الفيدا، عمالة إقليم مديونة، النواصر، ثم عمالة الدار البيضاء أنفا، وعما قريب ان شاء الله مباشره بعد رمضان كاين المكاتب الاخرى اللي غادي يتم اما التجديد ديالها ان كان هناك مكتب مؤسس، او تم التاسيس ديالها الى كان المكتب يعني واخا في اطار تاسيس المكاتب الاقليميه. واش تبحثوا على وجوه جديده اللي تم تدخل داخل حزب الحركه الشعبيه؟ ما يميز حزب الحركه الشعبيه انه حزب لكل المغاربه، يتبنى هذاك يعني حتى 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 يعني المرجعية الأساسية لحزب الحركة الشعبية ليست بمرجعية انتقائية، هي مرجعية لكل المغاربة أو من جميع الأحزاب لكل المغاربة. ولكن انتما شنو المجهود ديالكم باش تجيبوا الناس جداد؟ اللي كنصطالحوا عليه وأنه حنا ملي تنقولوا حنا الحزب هو منفتح على كل الطاقات وعلى كل الكفاءات، لأن المرجعية ديالنا هي التمغربيت، وهي يعني شيء متأصل. ما عندناش واحد إيديولوجية جنة أو استورد، هذا كيخلي واحد الأريحية للانضمام لهذا الحزب. هو حزب منفتح على جميع الكفاءات، ولكن كذلك يعطي أهمية ويعطي المكانة للأعضاء ديالو والمناضلات ديالو والمناضلين ديالو. وهذا الشيء لاحظنا، لأنه الحمد لله احنا يا الحزب عرفنا واحد انتعاشة على مستوى الإقبال، لأن درنا عملية الاستقطاب لقينا كاين إقبال، يعني كاين وجوه جديدة، كاين إقبال وكاين وجوه جديدة. من يعني بس الأطياف، حنا دابا حنا ملي تنقولوا من الأطياف، حنا ماشي غادي نقولوا غادي يجيونا من حنا لحد الآن ملي تيكون واحد الشخص مهتم في النضال والاشتغال داخل حزب الحركة الشعبية ما كنشوفوش من خلال المرجعية ديالو، او ما كنديروش التصنيف، لانه انسان ملي انت دابا اقول يعني انت وضحتيها، وانه حنا اي واحد اللي تيكون عنده قيمه اضافيه للحزب وامن يعني بطريقه الاشتغال ديالو بالمرجعيه ديالو، ما يمكنه الا يلقى واحد الاستقبال يليق بمقامه ويليق كذلك بكفاءته،
ولكل مجتهد نصيب، وكل واحد عنده بلاصته داخل الحزب، خصوصا اننا كنعرفوا واحد الحركيه، لانه كما قلت حنا 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 ان شاء الله بغينا نكونوا بديل لا على المستوى السياسي ولا على المستوى الانتخابي، وهادشي كنجسدوا على ارض الواقع على ثلاث مستويات. المستوى الاول هو اننا لسنا بدكاكين انتخابيه او انتخابويه، حنا ما كنزلوش ما كنحلوش البيبان ديالها حتى كي وقت الانتخابات. حنا اشتغلنا من يعني منذ انتهاء المؤتمر، اشتغلنا لا على مستوى التأطير لا على مستوى التكوين لا على مستوى الإشعاعي ولا على مستوى التنظيم. علاش؟ باش ما يبقاش دور الحزب هو هذاك المكان او هذاك الدكان السياسي اللي كنوجدوا في الانتخابات. من الاشياء اللي كانت تتخاض على حزب الحركة الشعبية هو انه دائما تيعتمد على تكون الاعيان، يعني باش يضمن المقاعد الانتخابية، واش هادشي تستحضروا عاوتاني في الانتخابات المقبلة؟ دابا ملي تنقول الاعيان هي ليست بكلمة قدحية، لان الاعيان هما مغاربة وعندهم المكانة ديالهم، وهذا التصنيف هو حق اريد به باطل. لما نحن التصنيف ديال الاعيان من ناحيه الايتيمولوجيه هو شيء ايجابي، لانه حنا اللي كنميزوا يعني ما يميز الناس عندنا هو هو درجه الالتزام ودرجه الجديه. دابا السؤال هو، دابا انتم فاتحين على الوجوه الجديده على مستوى الحزب الحركه الشعبيه، بقى الانتخابات شويه بعيده، فاش تقرب الانتخابات يعني يقدر هذاك المناضل اللي انخرط معكم الان ما يبقاش راسو في اللائحه، ويلقرا واحد اخر يلا جديد من الاعيان يلقى راسو توا في الاول في اللائحه، لا تيخلق واحد النقاش وتيخلق واحد المشاكل. شوف دابا حنا داخلين في واحد العهد جديد اللي هو يعني تجويد يعني هذا العمل السياسي، وحنا للاسف انه ما يميز الانتخابات في جميع الاحزاب السياسيه هو انه في بعض الاحيان الحزب تيكون مضطر انه يجيب واحد اللي غادي يجيب ليه المقعد. عندما يطرح السؤال تيقول لك باللغه الفرنسيه امال نيسيسير، يعني الشر لا بد منه. ربما ان هذا كي اشنو كيدير هذا كي يعني كيزيد من العزوف السياسي وكيزيد من التدمر السياسي وكيزيد كذلك من الانتقال السياسي او الترحال السياسي. لان الانسان ملي تيكون داخل الحزب كيشتغل وعنده المكانه ديالو، وفي وقت الانتخابات كيجي كيلقى انه سحب البساط من تحته، كيكون تدمر. حنا يعني تنقولوا ملي تقولوا حنا يعني الحزب السياسي المسؤول واللي خصو ينخرط في هذا التوجه الجديد اللي مرتبط بتخليق العمل السياسي. والرساله الاخيره ديال سيدنا راه واضحه، بمعنى اخر انه اي حزب يجب ان يدبر الانتخابات بطرق اخرى تعكس التصور الحالي، وانه تعطى الاولويه للمناضلين، تعطى اولويه للناس اللي عندهم الامكانيات، ما تنقولوش غير الماديه، اي نعم ان الامكانيات الماديه هي شيء اساسي، لانه انتخابات خاصها لوجيستيك وخاصها هذا، ولكن تعطي اهميه لكل الاشخاص اللي عندهم اقبال عند الناس. لان ملي تنقولوا الانتخابات هو انه خصك تجيب اصوات من عند الناس. انت يعني عندك واش عندك تفويض على مستوى التنظيم العمليه تاع الانتخابات؟ حيت حنا نشوفوا انت اللي كاين في الصوره، انت اللي تتحرك بزاف، انت اللي تتبان. وانه الاخ الامين العام يعني تاق فينا واعطانا واحد التفويض اللي هو تفويض اداري، بمعنى اخر انه تفويض من اجل التنسيق والسهر على تنظيم المكاتب الإقليمية على مستوى مدينة الدار البيضاء الكبرى، وهذا يخول له القانون الأساسي. تشوف هذه مسؤولية كبيرة؟ هي مسؤولية ربما أنها كبيرة بالحجم ديالها، ولكن الحمد لله هي سهلة لوجود أمين عام يشجعونا، لوجود أمين عام ما كيديرش لنا العراقيل الإدارية، لوجود أمين عام تقول لك ودي غير اشتغلوا، ما كاين يعني كاين أريحية في الاتصال والتواصل وكيتشجيع. وكاين الشق الثاني وأنه المناضلات والمناضلين ديال الحركة الشعبية الحمد لله لقينا واحد التجاوب إيجابي، ولا حتى طريقة الاشتغال ديالنا، لأن الأخ الأمين العام سطر لي بحال قلتي بعض 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 النقاط نقدر نسميوها حمراء، لا للإقصاء، نعم للكفاءات، نعم للتوافق، ونعم لإشراك الجميع. والحمد لله هذه المنهجية اللي كنشتغلوا بها لحد الآن جميع المكاتب جميع المحطات التنظيمية اللي درناها ما كان عندنا فيها حتى شي إشكال، ما كان عندنا فيها حتى شي خلاف، لقينا الكل داخل منخرط، وكان المؤتمرات دازت يعني بحضور في نظرنا مهم. ولحد الآن الحمد لله
ما عندنا حتى شي اشكال على مستوى التنظيم. الانتخابات يعني اللي فاتت يعني حزب الحركه والشعبيه ما دارش فيها نتائج اللي هي متشرفه على تنعكس على صوره الحزب يعني على مستوى مدينه الدار البيضاء. مجلس مدينه الدار البيضاء عندكم غير عضو واحد اللي هو السي حسينيه، قدرتوا انكم تفوزوا برئاسه مقاطعه عين سبع، ولكن الحضور داخل مجلس المدينه ما كاينش حضور اللي قوي عكس سنوات الانتخابات السابقه. واش نتوما متفائلين في الانتخابات المقبله تقدروا تحسنوا صوره الحزب وتعاودوا توهج حزب الحركه والشعبيه على مستوى هذه المدينه؟ اكيد ان شاء الله كما قلت السي مستوى انه يعني التواجد الحزبي على المستوى الانتخابي او على المستوى الانتدابي ما كيعكسش القيمه الحقيقيه ديال حزب الحركه الشعبيه اللي التاريخ ديالو فاق 60 سنه وعنده تواجد مهم على المستوى البرلمان بغرفتيه وتواجد مهم. ولكن انتخابات على مستوى مدينه الدار البيضاء كما قلت انا السي يوسف حسينيه عندنا عضو يعني يراس مقاطعه مهمه وكيف مجلس المدينه، حنا كنقولوا بانه ان الاوان ان حزب الحركه الشعبيه يحظى بالمكانه التي يجب ان يستحقها او اكثر على المستوى الانتخابي. عندنا طموح، عندنا اهداف حددنا، عندنا ارقام على مستوى كل مقاطعه، ربما ما كاينش الوقت ديالو باش او ما يمكنش نناقشوا لان باقي الامور باقا يعني في اطار التهيئ. وعندنا نظره يعني استشرافيه مرقمه بالاحصائيات بكل شيء على اساس ان شاء الله في يعني في 2026 2027 الحزب غتكون عنده الاهميه ديالو والتواجد ديالو على المستوى الانتخابي، لا على المستوى الانتخابات التشريعيه ولا على المستوى الانتخابات الجمعيه. في اطار التحركات اللي تديروا اللي هي تحركات تنظيميه باش تنظموا حزب الحركه الشعبيه على مستوى مدينه الدار البيضاء، ما تخوفوش بان توقع لكم واحد الازمات يعني كما وقعت في عين سبع، يعني هذاك الصراع وهذاك الشد اللي يقطع عليك ما بين الناس الحركه الشعبيه. وشنو الضمانات باش ما تقعوش في هذا الفخ من جديد؟ احنا على مستوى مقاطعه عين السبع ما كانش شي تجاذب على مستوى الحركه كاين اتهامات كاين كذا. لا شوف دابا شوف التدبير من 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 يعني من الفاتورات التي يجب ان تؤدى عندما تكون مسيرا للشان المحلي انك كتكون عرضه اما الانتقاد او عرضه كذلك لفبركه الملفات او الانتقاد او كتكون عندك كذلك عرضه لسوء التسيير. لان التسيير ماشي طوبوي، يعني التسيير كيوقع في اخطاء. هذا من الناحيه النظريه. على مستوى مقاطعه عين السبع وانا شخصيا تتبعت الامور بشكل دقيق، خصنا نفهموا بانه حنايا على مستوى مقاطعه عين السبع ما عندناش اغلبيه عدديه داخل المكتب، عندنا ثلاثه ديال المستشارين. لا مش مستوى تدبير المقاطعه، على مستوى التدبير الحزبي داخل الحركه. لا احنا في عين السبع ما عندناش خلاف. وحنا ماشي زاويه، ولكن عندكم اتهامات شي الحزب ماشي زاويه حيث الشيخ هو المريد. الحزب هو حركي، اي حزب ما تنقولوش هذا امر لا يقتصر على حزب الحركه الشعبيه، لانه كاين تدافع، كاين طموحات شخصيه. هذاك التدافع في بعض الاحيان كيخلق صدام، هذاك الصدام يدبر اما داخل المؤسسه الحزبيه لان عندنا حنا قانون اللي كينظم هذه العلاقات، او ممكن لو ان يدبر في القضاء. حنا تنقولوا حنا ملي وقع هذه الخلافات على مستوى مقاطعه عين السبع قلنا نشوف راه المبدا القضاء هو مبدا دستوري، والمتضرر اللي عنده شي ملفات فيها اختلاسات راه ماشي راه كاين اللجوء الى السلطه القضائيه للمحاكم، واللي فرط عندك ما يثبت. علاش؟ لانه اللغط السياسي او الخطاب السياسي او في بعض الاحيان هذاك الشعبويه السياسيه لا تليق بالمقام الان اللي كنحاولوا اننا نخلقوه عبر تجويد المؤسسات. لان ملي كنتهم انا يا رئيس مقاطعه او اتهم مؤسسه ماشي غير نجي وكنبقى استسمع المصطلح نبقى نشير. عندك ما يفيد سير القضاء. هذا هو اللغه اللي احنا تبنينا داخل المقاطعه، والحمد لله الحمد لله الان ثم داخل مقاطعه عين سبع الحركه الشعبيه تسير مقاطعه خارج التحالف اللي هو الاصل والمعاصره اللي هو حزب الاتحاد السوري تجمع الوطني الاحرار وحزب الاستقلال. يعني كيفاش قدرتوا انكم تحصلوا على هذه الرئاسه على المقاطعات؟ لا شوف على كما قلت لك في مقاطعه عين السبع هي مقاطعة بالنسبة لنا حنايا مقاطعة مهمة والرئاسة ديالها مهمة، رغم أننا ما نتوفروش على أغلبية عددية. علاش؟ لأنه تم يعني تم اتقاف الأخ يوسف الحسينية
لتواجده لكفاءته لاعتبارات اخرى شافها الاحزاب السياسيه الاخرى. ولحد الان الحمد لله المقاطعه تسير يعني هذيك الزوبعه اللي كانت دابا طفات بدليل انه ربما تشعل مع انتخاب مع قرب عاوتاني الدوره. لا قرب الدوره شوف حنا دابا الفيصل هو القانون. القانون اللي كاثر هذيك العلاقه هي اللي كتكون حاسمه والكل يمتثل الى القانون. ربما انا نعطي واحد المعطى اخر، ربما انا في اعتقادي ان رئيس المقاطعه ديال عين السبع وانه كيدبر المقاطعه بواحد الشكل اللي في اعتقادنا شكل متميز، وانه يعطي اهميه للانسان، يعطي اهميه للانسان. ربما هذا يغيض البعض، بمعنى اخر اننا ملي كنتبنى سياسيه تدبيريه تعطي اهميه للطفل، تعطي اهميه للشاب عبر 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 الملاعب الرياضيه وعبر المسابح وبالمجان بدون المقابل، هذا تقلق بعض الناس، تقلق بعض الناس اما اللي يعني الاسباب المرتبطه بالسياسه وبالانتخابات، يقول لك الناس راه كيوجدوا ريوسهم، او ان هناك منفعه ما، وانا الانسان كيحس راسو بانه كاين شي منفعه كتمشي ليه، او اللي اغراض اخرى حنا ما كنفهموهاش. على اي حنا تنقول بانه لحد الان يعني لحد الان التدبير على مستوى المقاطعه ديال عين السبع غادي بامور مزيانه، واللي عنده شي ميل فيمشي المحكمه، واللي بغى يدير شي مسطره ديال الاقاله او هذا وهذا، راه كاين المساطر وكاين القانون. رغم اننا اؤكد اننا ما عندناش اغلبيه عدديه، ومع ذلك نسير هذه المقاطعه. هذا كيدل على مجموعه يعني هذه قراءه سياسيه لمهمه، وانه تيكون واحد ما عندوش اغلبيه عدديه ومع ذلك كيثقوا فيه الناس ويعطيوه الرئاسه ديال واحد المقاطعه اللي مهمه. سي يوسف شكرا جزيلا على قبول الدعوه. متابعي قناه فاس بريس، الى اللقاء في فرصه قادمه ان شاء الله.